انت فين؟ حسيت اني مخنوق شويه، خرجت اشم شويه هوا. مخنوق؟ بعدين هنعرف ايه اللي خانقك. مصطفى فين؟ مصطفى؟ ما طلعش معاك اياك؟ لا لا، كان معايا. كان عايز يتكلم معايا في موضوع. خدته وخرجنا بالعربيه، ركننا عند الترعه ونزلنا نتكلم على رجلينا. وبعدين رحت اجيب التليفون من العربيه، رجعت ما لقيتوش. اقول ايه؟ بقول لك اللي حصل يا ابوي. كذاب! انطق وقول الراجل راح فين. انطق! صدقني يا ابوي، دورت عليه كتير، كان مفصل ملح وداب. اختك عجله بيروح، مفيش غيرك اللي ملى قلبها بكره ابوك. انت الوحيد اللي جبتها المرض، وده الوقت بيقول كلام ما يقولوش عيل صغير. انطق! صدقني يا ابوي، انا ما تحددتش مع فضلنا في اي حاجه. بقول لك ايه، الراجل ده مسؤول منينا، لازم يجي. روحوا المكان اللي سبتوا فيه، تدوروا شبر شبر عليه لحد ما تجيبوه تيجوا. مفهوم؟ روح دور عليه. ما فيش مطرح ممكن تروح ولا حد تسأل عليه، ولا مراحل توصلك للي انت عايزه. نورك بس اللي ممكن يزيح الضلمة دي كلها. خير؟ ايه يا بلدينا؟ مالك؟ في ايه؟ تعبان تعبان، عشتان، عايز كوب مي. اشرب يا واد عمي، اشرب. كانك جاي لحد في الناحيه دي. بقالي يومين، بقالي يومين ما نمتش، تعبان. تعال 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 يا واد عمي، تعال تعال. اقعد يا بيه، اقعد. الله يكرمك لو ينفع سيبني انام هنا جارك. تبقى عملك معروف واحد فريق. السلام عليكم. فين مصطفى؟ لفيت انا وكل رجال الناحيه اللي قال شفيق انه مهمل فيه، ما لقيناش حد. انا بقول يعني ان النهار له عينين يا عمي، ندور عليه بكره. وهو مش هيبعد، هيروح فين؟ لا لا معاه فلوس ولا ورقات. مش لو كان شفيق بيه همله في الناحيه اللي قال لكم عليها بجد؟ تقصد ايه يا كبير؟ اطلع بدير على مطرحك، هملني هبابه مع البيه. طب بالاذن جنابك. جرالك ايه يا واد؟ بتنتج من ابوك عشان اللي حصل مع مرتك؟ اديك اتاكدت ان انا كنت صح. كاشف سرك معاها، شعل الحرب مع منتصر بركات ما كانش ليها عازه دلوقت. انت عارف زين اني ما ارجوش افكر بالطريقه دي معاك يا كبير. يا كبير؟ ما قدرتش تقول يا ابوي؟ ايه اللي صابك؟ ايه اللي صابكم كلكم؟ انا زي ما كنت، ما فيهاش حاجه اتغيرت. لا، انت اللي ورا هروب الراجل ده. نسيت كلامك؟ لو حد لمسه مش هتلاقوني وسطيكم. عايزني اصدق انك تهمل يضيع منك بالبساطه كده؟ انا قلت لك الحقيقه. لا، انت تعرف مكانه. انطق دغري، الوقت بيعدي. اختك مصدقه ان انا حركت وخلصت منه. لو فضلت اختك على الحاله دي هتضيع. لازم يرجع وسط الرجاله عشان اختك تعرف ان ابوها مش وحش زي ما هي فاهمه. اقسم لك يا ابوي، انا دلوقتي معرفش مطرحه. بتعديني يا شفيق؟ وانا اللي بحارب العالم كله عشانك؟ لا يا ابو، لو عرفت انك كدبت عليا في الحكايه دي تنسى خالص انك ولدي، ودي اخر انذار ليك. مفهوم؟ اخر انذار.
هملته يضيع كيف ما هملت كل شيء حقيقي في حياتك يروح، كيف ما ضاع منك حبك الوحيد من غير ما تفكر تخطي خطوة عشان تحافظ عليه أو ترجعه. لا، أنا كنت بحميه، بحميهم هما التنين. الخطر كان قريب قوي. كان لازم على الأقل تعرف مكانه وتحاول تساعده من بعيد مهما طردك أو رفض إنك تجرب منه، لكن انت خفت حتى تعمل كده لحسن يجي وقت وابوك يضغط عليك ويخليك تجر لانك ضعيف. كفاية انا ما كنتش اعرف انه مناويش على اذيته. لو كنت شفت النظرة اللي شفتها دلوق في عينيه ما كنتش ضيعته. مين؟ ما تخافش كده يا انا اخوك حنفي. لا مؤاخذه يا سي حنفي، كانك تعبان وشجيان، خد لقمه تجود بيها. الله يكرمك، بس ليه تعبت نفسك؟ مش تعب ولا حاجه يا راجل، امسك يا راجل. الله يكفيه اللي انت عملته، ونهمتني جارك من غير ما تعرفني. ما احنا دلوقتي هنتعرف، انت اسمك ايه؟ محمد. عشت الأسامي يا محمد، وداي منين؟ من جني. من جني. كان لك قصد حد في الناحية دي؟ لا والله يا عمي، أنا قصد شغل. شغل؟ يوم الانتخابات هتكون آخر يوم حياة سيادتنا. اللي بتتحدث عنهم دول ما يبقوش عمامك، مالكش اي صله بيهم ولا بالعربيه كله.